بمشاركة عدد من المسؤولين بوزارة التربية، نظمت منطقة الأحمد التعليمية لقاء تربويا لاستعراض تطبيقات السبورة التفاعلية في المدارس ومدى فعالية التعليم الإلكتروني في الأوساط التعليمية. اللقاء أقيم في ثانوية عبدالله الصباح بحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، الذي أعلن عن استعداد وزارة التربية والمنظومة التعليمية لاستقبال تكنولوجيا التعليم، مؤكدا تقديم الدعم لجميع المناطق التعليمية لإنجاح مشروع التعليم الإلكتروني. حقيقة ما لمسناه وما رأيناه فاق التوقعات، ويؤكد مرة أخرى بأن الوزارة والمنظومة التعليمية في دولة الكويت على أتم الاستعداد لاستقبال تكنولوجيا التعليم، ونحن في وزارة التربية نقدم الدعم المطلوب بمختلف أنواعه لجميع مناطق التعليمية في دولة الكويت للمضي بتنفيذ مكونات استراتيجية التعليم الإلكتروني وبنجاح.